معرض الرياض الدولي للكتاب بتطوير ودعم قطاع النشر، حيث انطلق اليوم مؤتمر الناشرين الذي يهدف إلى تأسيس حلقة وصل بين الناشر المحلي والعربي والدولي. قطاع النشر يمر بتحديات متجددة دائما، هناك تغييرات في التقنية، هناك تغييرات في نمط الحياة واستهلاك الكتب، هناك أيضا تحديات لوجستية متزايدة. كل هذه الأشياء نحاول دائما أن احنا نركز على مناقشتها مع الناشرين العرب، ولذلك كانت هناك فكرة مؤتمر الناشرين المتكررة سنويا والتي ستعقد كل سنة في معرض الرياض الدولي للكتاب. للمؤتمر جوانب عدة، ويعد الجانب الاقتصادي أبرزها، حيث إنها لبنة مهمة في انطلاقة واستمرارية الناشر. مناقشة الوضع الاقتصادي اللي صاير في العالم خاصة عم يأثر على المؤلفين والناشرين، ونحن دائما بنقول متفائل إن شاء الله. هذا المؤتمر كل واحد عرض مشاكله وعرضنا الحلول فيه، لإن شاء الله تكون 2022 سنة جديدة على كل الناشرين والمؤلفين بتطوير هذه المهنة وتطوير هذا القطاع وإنجاحه إن شاء الله. هيئة الأدب والنشر والترجمة والهيئة السعودية للمفكرية يوجد بينهم علاقة كبيرة لحفظ وتعظيم القيم الملموسة وغير الملموسة للناشرين من خلال حماية حقوقهم، معرفة ما لهم وما عليهم فيما يتعلق بحفظ حقوق الملكية الفكرية. اليوم إذا كان في احترام لحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالمصنفات الأدبية، الكتب وغيرها، هذا الشيء بيعظم القيمة الغير ملموسة والملموسة للكتاب، وبالتالي ينعكس على المؤلف ويطور من الأرضية الخصبة للمؤلفين في المملكة العربية السعودية. يتناول المؤتمر مواضيع مختلفة لتخطي تحديات النشر والاستفادة من الثورة الرقمية ومواكبة التطورات السريعة والنمو معاً في قطاع النشر. جلسات حوارية لمتحدثين من مختلف الخبرات يتناولون قضايا مهمة يهدف بها المؤتمر لتنظيم صناعة النشر في المملكة والعالم العربي والوصول بها إلى مستوى المعايير الدولية. شعل السعد، MBC الرياض.